بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقية يوم الاربعاء ومعاكم قناة المواشي اليوم 12/10/2022، وتعالوا نشوفوا الجاموس العشر والوالد واللبن في سوق التوفيقية اسعاره ايه النهاردة. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، اتفرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. دبابات الجاموس الوالد يا جماعة، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على الماء، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. صباح الخير يا عسل. صباح الفل. عرفنا بالاسم. طيب محمود محمد بهجات. معلم محمود محمد بهجات، منين يا غالي؟ من كوم حماده. كوم حماده، تجار كوم حماده، بسم الله ما شاء الله. خلفها ذكر ولا انتهي؟ ذكر. عمره قد ايه الذكر دي؟ عمره حوالي 12 يوم. 12 يوم يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ذكر صلاة النبي عليه، اللهم صل عليك يا نبي. جاموس الوالد في سوق التوفيقية، الله اكبر. ضير تعالى بقى ضير، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. فقد ايه لبن؟ سبعات لبن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الدر والحلبات زي ما انتم شايفين اهم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. عامله كام الله وكيل؟ والله كان في دنا 40 ووقت 38. نزلت 2000 جنيه. يعني كان في ايديكم 40 وما رضيتوه. لا اله الا الله، ربنا يعوض عليكم. دلوقتي 38؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. 38000 يا جماعة، بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر. فرج وملي عينيك وصلي على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي.